الان رقم 8 ظهر 12 من اكتوبر عام 1973 انتهت معركة المدرعات في القطاع الاوسط من سيناء ليلة امس بتدمير مدرعات العدو المحاصرة تدميرا تاما، وبلغ ما فقده العدو خلال هذه المعركة الليلة والتي انتهت منذ قليل 25 دبابة وعربة مجنزرة. صناع النصر علم مصر عاليا فوق ارض سيناء الحبيبة، واعادوا لمصر روحها الاصيلة.